التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، وانطلاقاتنا مستمرة من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. الشوط الخامس عشر ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعاية. نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين في هذا الانطلاق المميز والجميل. نسير مع هذا الشوط وهو الشوط الثاني للإبكار اللقاية الخاصة بالإنتاج. مباشرة مع البداية مشاهدين الكرام، أول الأسماء التي تفتتح النداء هنا مع البداية طيف من تقود الأسماء لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني. يصل المتعب متعب بن عبد الله بن راشد الفهيدان من يقدم لنا أيضا انطلاقة هنا مشاهدين الكرام. طيف مع المركز الأول، بينما أتابع المركز الثاني قدوم ووصول من قبل هنا منتصر مغثة، من تتقدم مع ثاني التحديات لهجن أم الزبار بقيادة مبارك بن محمد بن صغير، من يتابع أيضا انطلاقة مغثة مع المركز الثاني. المركز الثالث قدوم ووصول بهذه اللحظات من ديار لهجن أم الزبار، ويضمر أيضا ديار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني المرعب الصغير، من يتابع أيضا تحركات هنا ديار مع ثالث المراكز. المركز الرابع قدوم ووصول بهذه اللحظات من محاصيل هجن أم الزبار، ويضمرها فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري الصامل، هنا أيضا حاضر بتحدياته المميزة والجميلة ويقدم لنا انطلاقة محاصيل. المركز الرابع مشاهدين الكرام نتابع وناخذ المركز الرابع والمركز الخامس اللي قادمه هنا هيبة اللي هجن أم الزبار، ويضمرها جابر بن علي بن جابر آل نجم المري، أيضا يقدم لنا انطلاقة هيبة مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الأولى المتقدمة في هذه التحديات المميزة والجميلة والرائعة. ولكن عودة مباشرة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط مع شعار هاني عين خالد، من يقودون المسيرة هنا مع البداية مع انطلاقة طيف لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، متعب بن عبد الله بن راشد الفهيدان من يتابع أيضا انطلاقة طيف بتحدياته المميزة والجميلة مع المركز الأول. المركز الثاني قدوم ووصول من قبل مغثة لهجن أم الزبار وبقيادة مبارك بن محمد بن صغير، من يتابع انطلاقة مغثة مع ثاني التحديات. المركز الثالث اللي واصل في هذا المسار ديار لهجن أم الزبار وبقيادة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني مع المركز الثالث، ولكن شوف اللي تدخلت، وصلت هيبة لهجن أم الزبار بقيادة جابر بن علي بن جابر النجم المري، من يتابع هذا التضمير. المركز الخامس وصول وتقدم مع المركز الخامس مشاهدي الكرام اللي واصله هنا ثقه لهجن ام الزبار، ويضمرها ايضا مبارك بن محمد بن صرير المري الحاضر بتحديات، هنا ايضا ثقه مع المركز الخامس. هكذا هي الاسماء الاولى المتقدمه مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن العوده مع البدايه، الله، بوابه الكيلومتر الاخير يا مضمرين ويا متابعين، والبدايه هناك مع طيب، من تقود الأسماء تقود التحديات المميزة والجميلة مع البداية مع المركز الأول. الله يا سلام، ولكن شوف اللي تجاوزت في هذه اللحظات، هيبة 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 لهجن أم الزبار جابر بن علي بن جابر آل نجم المري، من يتابع لنا هيبة بتحدياتها المميزة والجميلة مع المركز الأول مع الصدارة. الله يا سلام، شوف ايضا اللي قادمه في هذا المسار، وصلت هنا في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام مغثة لهجن أم الزبار بقياده مبارك بن محمد بن صغير المري، قادم مع ثاني التحديات. والمركز الثالث طيف، المركز الرابع هناك ثقه، ولكن البدايه مع هيبه هيبه مع الصداره مع المركز الاول لهجن أم الزبار جابر بن علي بن جابر النجم المري، من يتابع لنا انطلاقه هيبه هنا مع الامتار الاخيره مع الامتار المجنونه. الله يا سلام، نقطة بالمحلي الأول. نعم، مشكور يا كمبيوتر الشحانية على المعلومات المميزة. ها هي هيبة تحقق الناموس الانتصار وتكرر الإنجاز تلو الإنجاز هنا في هذا الانطلاق المميز. سلام هجن أم الزبار، سلام سلام هيبة سلام. ومشكور يا أيضا مضمر هيبة جابر بن علي بن جابر آل نجم المري، من يقدم لنا هيبة تهانينا والناموس لمؤسسة هجن أم الزبار على هذا الفوز والانتصار والتألق الصباحي المميز. المركز الثاني وصلت هنا ايضا مغثة لهجن أم الزبار بقيادة مبارك بن محمد بن صرير. المركز الثالث
المركز الثالث وصلت الدوحة لهجن أم الزبار مع جابر بن علي بن جابر النجم المري. والمركز الرابع وصلت الشامخة لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن آل ثاني، هذه من جار الله بن علي بن جار الله من يضمنها. المركز الرابع أو الخامس، نعم المركز الخامس، وصل الطيف لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني مع متعب بن عبد الله بن راشد الفهيدان. التوقيت الزمني لحظة وصول هيبة إلى خط النهاية معلن هذا الفوز الانتصار، 6 دقائق 4 ثواني 72 جزء من الثاني. تهاني للناموس يهجن أم الزبارة، تهاني للمضمر جابر بن علي بن جابر آل نجم المري. بينما المركز الثاني كان الوصول من مغطى التوقيت الزمني 6 دقائق 6 ثواني 28 جزء من الثانية. تهاني للناموس مشاهدي الكرام لهجن أم الزبار، والتهاني لمبارك بن محمد بن صرير المري. بينما المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث الدوحة، توقيت الزمن 6 دقائق 8 ثواني 30 جزء من الثانية. تهاني للناموس لهجن أم الزبار.